اليوم اكو حملة لتجميد او تجفيف منابع الدخل للخطوط الجوية العراقية من خلال اعطاء التشكيلات الى شركات غير رصينة وشركات غير عراقية. المعتمرين اللي اخذتوا منعتهم مبلغ 550 دولار سعر تذكرة الطيران عبارة عن موزة وعبارة عن قطعة كيك منفوخة ما نعرف بيها اكس باير او فتشي وعبارة عن صمونة طولها اصبع فارغة. يا بمسوي زحمة علينا والله العظيم. 550 دولار سعر التذكرة، اغلى سعر تذكرة الطيران بالعالم. ام شك عليهم انت بعد ها وطفرة يعني وبعد الورنتي مالته والجرنتي راح يروح عليك وانتم قاعدين وخلينا نعمل الطيران.